أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل القراءة على الأولاد بالمعوذات مشروع في كل يوم، ومتى يقرأ ذلك؟ هل إيش؟ يقول أحسن الله إليك: هل القراءة على الأولاد بالمعوذات مشروع كل يوم، ومتى يقرأ ذلك؟ أي نعم، أي نعم، يشرع كل يوم، لأن الأطفال بحاجة إلى هذا الورد، حاجة إلى هذا الورد وهذا التعويذ، فيقرأ عليهم كل يوم استحبابا لا وجوبا. نعم.